عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم سماسيمو سيمو من قناه كوكي اند ميد. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما نعمل اي حاجه عايزين نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده بقى يا بنات معانا قناتين اصدقائي عايزين ندعمهم. القناتين دول قنوات محترمه جدا بتقدم محتوى هادف. اول قناه معايا مطبخ بسيط على قد الايد، دي صديقه ليا عندها مطبخ حلو جدا بتقدم وصفات بسيطه وسهله جدا. كل وصفاتها جميله وهتعجبكم قوي قوي قوي، اتمنى تدعموها. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. القناه الثانيه اللي معايا قناه سياحه وترحال مع محمد الشرقاوي، دي قناه صديقي محمد الشرقاوي، صديق محترم جدا وقناته بتقدم محتوى هادف بيخص السياحه. كمان عندهم مكتب سفريات بيقدم يعني خدمات التوظيف والسفر خارج مصر، مكتب محترم جدا. اتفرجوا على فيديوهاته كلها هادفه، بيحكي حاجات كمان بتتكلم عن قدماء المصريين وحواديت وحكايات حقيقيه حصلت، حاجات برضو بتخص المجتمع اللي احنا فيه والحاجات اللي احنا يعني بتحصل في البلد. في كذا فيديو كده مهمين جدا عجبوني قوي. القناه دي برضو هسيبها لكم برضو اللينك بتاعها في الديسكريبشن. تعالوا بقى نبدا الفيديو بتاعنا بنات. الفيديو بتاعنا بقى النهارده مش مطبخ، تمام؟ الفيديو النهارده انا ازاي بحاجه بسيطه قوي اقدر انظم الخرز بتاعي. يعني بقى عندي خرز وانا بقى حاطاه بقى في كيس بلاستيك او اخد مكان في البيت او موسخ الدنيا، ازاي اخليكي تنظمي الخرز بتاعك وتعينيه باسلوب يخليكي ما تبقيش مفركش حياتك، تمام؟ اول حاجه العلب دي، العلب دي رخيصه جدا، انت بتشتريها غالبا ب 3 جنيه او ب 4 جنيه، طبعا هي قاعده معاكي على طول، فانت ممكن ب 50 جنيه تجيبي لك مثلا 10 علب واكتر، فاهماني؟ تحفظي فيها الخرز بتاعك. العلبه دي بتاخد نص كيلو كامل، بتاخد نص كيلو خرز كامل، وانت مش محتاجه اكتر من كده، تمام؟ في علب ثانيه يعني انت بقى بتجتهدي بقى من عندك بقى، يعني انت بقى في حياتك العاديه في علب مثلا حلويات بتبقى عندك. دي مثلا كانت حلواني اللي هو التسيبس كان فيها كحك وكده، فطبعا لما فضت ما هي نفس الغرض وانا ارميها ليه؟ فانا غسلتها كويس ونشفتها وعقمتها واستعملتها في ان انا انظم فيها برضو الخرز. عندي برضو العلب دي برضو بيجي فيها برضو اكل مثلا فستق بندق حاجات كده صغيره كده، بغسلها بقى وبرضو بنضفها وبعدين بعين فيها الحاجات بقى الصغيره. يعني انا مثلا عينه هنا ايه حاجات تبع الاكسسوار يا بنات، فاهميني؟ ادي نوع تاني من العلب. العلب دي كنت جايباها استعملها مثلا للزبادي، فهي مره يعني هي وان يوز مره واحده، طب انا استحرمت ان انا ارميها، استعملتها ان انا غسلتها ولميت فيها بواقي الخرز اللي هو الحاجات اللي هي ما تجيبش ربع كيلو اللي هو تمن مثلا، وهي محفوظه هي حافظه من التراب ومفيش حاجه موسخه او كده، وفي نفس الوقت مش مبوظ لي الدنيا وقادره اشوف ايه اللي جوه العلبه بسهوله لانها اصلا علبه شفافه. دي برده زيها برده نفس العلبه عينه فيها مثلا بواقي الكريستال وبواقي الخرز اللي انا لسه يعني ما كملتهمش عقاد، اوريكم الموضوع اللي عقاد دلوقتي. برده هنا في العلب دي بيجي فيها كسبه، فانا برده مش برميها، بغسلها وانضفها واعين فيها حاجات، فعينه فيها المسامير بتاعت الاكسسوار. بصوا اهو المسامير بتاعت الاكسسوار وملمومه هي ومقفوله، ودي كيسه فيها المسامير المقطره، المسمار المقطر. الناس اللي بتعرف في الهاند ميد هتفهم الكلام ده كويس قوي. فانا لميت فيها الدبابيس والمسامير والحاجات اللي هي ده مسمار اكسسوار مش مسمار حداده، لا ده مسمار اكسسوار بنشتغل بيه يعني. انا لان انا بشتغل برضو كنت اكسسوار وحاجات من دي، فعندي البضاعه والحاجات دي كتير، فانا لازم احفظها وعينها بتنفع ما مش بيجرى لها حاجه. هنا بقى عينه في العلبه دي مثلا الحروف دي كنا بنعمل بيها حظاظات وحاجات من دي، فطبعا بصوا هي في العلبه محفوظه هي ومتحافظ عليها، مش هتبوظ مش هتطرب، لان اللي هيطرب العلبه تتمسح خلاص بقت زي الفل، او ندلق اللي فيها ونغسلها ونرجع نرجعه فيها تاني بقت نظيفه برده ومش بتتكسر ولا اي حاجه، لان هي اصلا بلاستيك
وانت مش هينفع تستعمليها يعني بالاكل مره واحده. فليه لما تفضى عندك ما ترميهاش، استعمليها عادي تدويرها في حاجه تانية. نظفي بيتك، نظمي حياتك، ما يبقاش شغلك مفركش البيت، ما يبقاش شغلك كله في علب وشنط. وبعدين العلبه ميزتها ان هي شفافه، فالعلبه الشفافه دي بتتوح لك الفرصه ان انت تشوفي ايه اللي جواها. يعني هما لو مترصصين كده فوق بعض مثلا، انا عينهم مثلا عندي مكتبه كده رفوف رفوف، انا عينهم في المكتبه فخليهم كده مثلا، فانت شايفه كل علبه جواها ايه من بره، فحتى مش هتفتحي وتدوري العلب جواها ايه، لا انت باين قدامك المحتوى بتاع كل علبه من بره لانها علب شفافه. يعني هتلاقوهم كلهم علب شفافه. هوريكم بقى العلبه دي بقى انا مسميها الكنز. العلبه دي انا لما فيها كل الخرز والحاجات دي يا بنات كانت مفركشه، لان انا قعدت فتره في البيت يعني كان في ظروف وكده، فما كنتش لما حاجتي وما كنتش عارفه الحاجات فين وكده، فبدات بقى ان انا ايه يعني المهم بقى ايه بالخيط ده اللي هو خيط الصياده او الخيط اللي انا بشتغل بيه الفوانيس اهو، وعملت عقد بقى ايه لما فيه كل الحاجات. يعني ده عقد اللي هي الحاجات اللي ما تكملش عقد كامل، لميتها كلها مع بعضها ونظمتها اهي. بصوا مش مجرد خرز مرمي، لا بصوا كل حاجة، بصوا كل حاجة لوحدها في عقد، كل حاجة لماها في عقد بصوا. فانت لما تيجي تشتغلي هتبقي تدوري على العقد اللي انت عايزة الخرز بتاعه وتاخديه، تاخدي منه الخرز اللي انت عاوزاه بتفتحيه، وتاخدي الخرز اللي انت عاوزاه الكمية اللي انت عاوزاها وتقفليه وترجعيه زي ما كان. فانت حافظتي على حاجتك، حاجتك منظمة ومنمقة، حاجتك مش متبهدلة مش مترمية في كل حتة، فاهميني؟ طبعا هو عشان الخيوط في بعض هتلاقوا ايه يعني، بس في الاخر هتعرفي تخلصيهم من بعض سهلة قوي. اهو ده نوع برضو من الخرز ولون معين. عندك الورود دي انا كنت برضو بستخدمها، فهتلاقي الورود دي برضو عاملة لها برضو عقد برضو. ان شاء الله برضو في حلقات تانية هنعمل لكم برضو اكسسوارات من الخرز يا بنات. يعني هوريكم بقى الانواع ازاي ان شاء الله، وهوريكم يعني اعمل لكم شويه اكسسوارات كده حلوه، اكسسوارات بنات صغيرين، اكسسوارات عرايس كبار. بشتغل برضو غرزه كده معينه بعمل بيها خواتم وحاجات حلوه قوي. انا كنت عامله الاسوره دي، اللي عامله الاسوره دي من الخرز ده يا بنات. اهو هو ده نفس نوع الخرز، وليها خاتم كمان، هي ليها كمان خاتم تحفه. وريني كده دودو الخاتم بتاع دي، في خاتم زي ده كده. بصوا الخرز النمنم الصغير ده اللي هو الكريستال ده، بيتعمل منه خواتم صغيره جدا، بيبقى شكله تحفه قوي. بصوا بنات، بصوا شويه خرز، بصوا ده نفس النوع، ده نفس النوع ده، بس ده لون وده لون. ممكن يتعمل منه سبح، ممكن يتعمل منه سبح، ممكن يتعمل منه اكسسوارات، يتعمل منه حاجات كتيره جدا، خواتم، اعقاد، عامله منه عقد برضو. بصوا كريستال اهوت الخاتم بتاعها اهو. بصوا بنات ده الخاتم بتاع الخاتم ده كله من الخرزه دي اللي هي اللي انا عامله منها الاسوره بنات، من الخرزه اللي انا عامله منها الاسوره. بصوا بنات هو في اللبس بقى مش قادره اقول لكم، عباره عن تحفه ومعمول بالخرز التفسيره. بصوا بنات تحفه تحفه تحفه، يعني في اللبس فظيع لما بتلبسي الطقم على بعضه، الخاتم بالاسوره بتاعته بالعقد بيبقى تحفه بصراحه. عندك الكريستالات، ده كريستال، ده عقد كريستال اهو. طبعا كل دي بواقي، فاهميني؟ يعني انا هنا كنت مستخدمه منه جزء، فعشان كده الخيط بصوا كان فيه حته فاضيه اهي. كل دي بواقي، كل البواقي ما بترميهاش، كل البواقي. بصوا ده بواقي كريستال كذا لون، يعني كاهم بصوا برضو. فانا لما اجي عاوز لون معين مش هقعد بقى ادور على الخرز مرمي في علبه مانيش عارفه اجيبه، مرمي في شنطه، لا ده في عقد، فانت عارفه توصلي، عارفه الالوان، عارفه المناظر، شايفه كل حاجه قدامك. بصوا كل انواع الخرز معموله في عقاد. بصوا الجمال، ايه رايكم بقى بنات؟ بصوا جمال، بصوا بنات، بصوا
بصوا ده الابيض، الابيض الجنجا تحفه، الابيض الجنجا على فكره دي مش بيضه، دي عارفين اللي هي الخرزه السيلفر اللي هي بتبقى زي الفضي، بس انا حطاها مع الابيض لانها واحده بس. بصوا 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 بنات، بصوا اللولي، اللولي البلاستيك واللولي الازاز، عندي كذا نوع من اللولي كمان اهو. بصوا ده بقى، ده بقى ده بقى الابيض الجنجا ده احلى يعني، ده الجنجا عنده كمان بصوا جنجا، لان بيديكي الوان الطيف كده، تحسي ان هو ايه بينور وبيدي الوان كده جميل قوي في الشغل. تمام كده الحاجات البلاستيكات بقى اللي احنا بنستعملها للاطفال بتبقى ذات الوان مبهجه يعني، بصوا فيها الوان كده البنات بقى الصغيرين بقى هما اللي ايه بتحسي الحاجات دي يعني بيستعملوها يعني، برضو ده برضو للاطفال. بصوا بصوا انا هوريكم برضو الحاجات، انا قنعينها بقى تاني، بصوا المنظر، بصوا بصوا شايفين ده، شايفين ده، فا بصوا بصوا دباديب صغيره اهيت وقلوب، حاجات جميله قوي قوي قوي. بصوا جمال، بصوا بصوا كمان الخرزه دي، الخرزه دي تحفه تحفه تحفه، ده مرمر، ده مرمر يعني بسهوله انت بتلمي حاجتك بتبقي عارفه حاجتك فين اهو، وعناهم اهو تبقي شايفاها من بره، ودي طريقه سهله قوي علشان خاطر تحتفظي بالخامات بتاعتك فيها، تحتفظي بالخامات بكل سهوله. فيديو بسيطه بنات، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى ان هو يفيدكم في حياتكم، تعينوا اكسسواراتكم، تعينوا خاماتكم لو انتم بتشتغلوا في الهاند ميد، تعينوها بالطريقه دي، طريقه سهله جدا. اتمنى بنات لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.